هنا مروحين من الخدمه، نقول لكم اختي واختي في الكيازي، ما ننساوش العباد اللي ماشيه توا للخدمه. دونك نقول لكم زاد انتم ربي يعاونكم الناس الكل كالعادة على الفريكونس نتاعنا، وتابعونا زاد لايف مباشره على الباج فيسبوك راديو ميت ميوزيك العادة. كان فاتتكم الاخبار الضيوف والتصريحات القوها تصويت في ريكاب دو جور. ريكاب دو جور دو جور عسلامة. ريكاب لليوم نبداوها بتصريح الرئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي سامي عبو، اللي أكدت اليوم خلال حضورها في برنامج ميدي ميد أنه رئيس الجمهورية لا يمتلك رؤية مستقبلية، مشيرة إلى أنه الأمر الرئاسي عدد 117 لم يحدد السقف الزمني للمرحلة الاستثنائية ولم يحدد الخطر الداهم، قائلة أنه أمر غامض وغير شجاع، وانحرف بمسار 25 جويلية لأنه لم ينص على حل البرلمان. وأفادت بأنه قرار تجميد أجور النواب قرار شعبوي، مضيفة أنه رئيس الجمهورية يبحث على الانفراد بالسلطة وحذف هيئة مراقبة دستورية القوانين فيه سوء نية وفق تعبيرها. وقالت عبو أنه رئيس الجمهورية لم يقم بحل البرلمان لأنه لا يريد إجراء انتخابات قبل تغيير النظام السياسي والانتخابي، مشددة على أنه تونس ليست فأر تجارب من أجل تطبيق النظام القاعدي الذي يفكك الدولة حسب قولها. وأضافت عبو أنه تونس وصلت إلى وضع التسول الآن، وعلى الحكومة كسب ثقة المستثمرين في انتظار وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد وخلق الثورة، قائلة أن المتورطين في قضايا فساد قاموا بتبييض ملفاتهم ومنظومة الفساد اخترقت القصر اليوم وفق تعبيرها. وأضافت سامية عبو في سياق متصل أن تونس اليوم دولة تنظير وفئران التجارب، وأن حكومة نجلة بودن تعمل دون رؤية ودون برنامج رغم أنها تتكون من كفاءات. وفي موضوع آخر شددت على رفض التيار الديمقراطي للتدخل في المجلس الأعلى للقضاء، ودعت رئيس الدولة إلى إصلاح المنظومة القضائية من خلال التفقدية العامة الخاضعة لسلطة وزارة العدل، اللي قالت إنها تحت إمرة رئيس الجمهورية. وأشارت في سياق آخر إلى أنه حكم المافيا تغلغل في مفاصل الدولة، وكان ينتظر من رئيس الجمهورية بعد تعليق حصانة النواب حل العصابة الموجودة داخله. وزارة الداخلية تعلن اليوم في بلاغ ليها أنه بناء على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السفير الفرنسي بتونس، وبمزيد التحري اتضح أنه من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف. وعلى الإثر تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية، حيث اتضح وجود أشغال حفر نفق. هذا وتم تعهيد مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعاينات والتسخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية، مشيرة إلى أن الموضوع يحظى بمتابعة من أعلى مستوى. أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري اليوم بأن النيابة العمومية ووكيل الجمهورية بنابل أصدر بتاريخ 26 أكتوبر الفارط قراراً يقضي بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس بلدية دار علوش التابعة لمعتمدية تقليبية، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التصرف دون وجه حق وتحويل صبغة عقارات عمومية من موظف عمومي بهدف الاستيلاء عليها مستغلاً في ذلك وظيفته، ما نتج عنه ضرر عام وضرر خاص والمشاركة في ذلك. وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه تهمة ثانية إلى رئيس البلدية المذكور تتعلق بالإرشاء والارتشاء طبقا للفصول 32 و82 و83 و91 و99 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أنه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث العدلية للبحث في الموضوع. وتأتي إثارة هذه التهم ضد رئيس بلدية دار علوش تبعا لما تم تداوله في برنامج بثة مطلع الأسبوع الفارط بإحدى القنوات التلفزية الخاصة بخصوص تعمد رئيس بلدية دار علوش تغيير الصبغة الفلاحية لعدد من الأراضي بالمنطقة إلى مقاسم معدة للبناء مستغلا في ذلك نفوذه دون احترام القانون. أكد بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الحادثة الأليمة اللي جدت صباح اليوم بمبنى سكني كائن بحي ابن سينا بتونس العاصمة وأسفر عن وفاة شخصين كانت ناجمة عن تسرب للغاز الطبيعي، وقد تحولت الفرق الفنية التابعة للشركة صحبة المصالح المختصة من الحماية المدنية على عين المكان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته. ووفقا للمعطيات الأولية فإن البناية المتكونة من 3 طوابق مزودة بعددي كهرباء وغاز طبيعي، عداد للطابق الأرضي وعداد خاص بالطابق الأول. وقد أثبتت المعاينة الأولية اللي قامت بها مصالح الشركة رفقة خبير مختص في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي سلامة العدادين والشبكة الخارجية للكهرباء والغاز، في حين أبرزت المعاينة الأولية للشبكة الداخلية للغاز الطبيعي إنه الحريف قام بربط الطابق الثاني للمبنى بهذه الشبكة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة. كما أفادت إنه تم فتح تحقيق في الغرض لمزيد التحري في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
في أحوال الطقس أكد المعهد الوطني للرصد الجوي إنه حرارة اليوم تجاوزت المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و 12 درجة، وتراوحت درجات الحرارة ظهرا بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. وتم تسجيل رقم قياسي جديد بالمونستير هذا اليوم، حيث بلغت الحرارة حاليا 32 درجة، وبذلك تم تجاوز الرقم السابق 31.7 المسجل يوم 4 نوفمبر 1998. أما ببقية الولايات كانت الأرقام قريبة من المعدلات القياسية لشهر نوفمبر، بين 27 و 33 بالشمال والمرتفعات وبين 31 و 37 ببقية الجهات. كانت هذه ريكاب لليوم، قدمتها لكم أميمة بن عبيدة. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في برنامجكم آخر النهار.